ازاي الحال؟ من زمان ما روحتش نادي. حد قال لي انهم فتحوا كده كافيه في وسط الجناين كده، ولا كأننا في سويسرا. قلت طيب اروح اشوف سويسرا البلد دي حكايتها ايه. بصراحة اول ما دخلت استضتني ام الطفل بيتمرن في النادي، وهات يا شكوى من كل حاجة في النادي، رغم انه الكافيه كان جميل فعلا وحاجة روقان وفي وسط جناين وشجر، ويعني مش موجود قوي في الحياة. انما انا بستغرب جدا من الستات اللي بتروح تودي ولادها تمارين في النادي وطول النهار يقعدوا يشتكوا. المية في حمام السباحة مش نظيفة، مواعيد التمرين وحشة، هم مش واخدين بالهم ومش عاملين حساب ان عندنا حاجات تانية ولا ايه؟ او حتى لو الست قاعدة في البيت تقولك ايه انه يعني المكان سيء، حتى لو هي فاضية تقعد طول النهار، بس ورق الشجر ماري المكان، صالة الجمباز التهوية فيها مش حلوة، صالة الكاراتيه تحت الأرض. يعني مش معقول يا جماعة، أي حاجة وكل حاجة مش عاجبة أي حد. طب أنا طول الوقت بيشغلني سؤال للستات الهوانم دول، أنتوا من حقكم إن أنتوا تشتكوا وإنه مفيش حاجة تعجبكم ماشي، طب فكرتي تعملي حاجة؟ فكرتي لما يبقى في انتخابات تترشحي عشان حضرتك تدخلي مجلس إدارة النادي ده علشان تحسني منه شوية؟ أول رد يجي تقولك إيه، أنا مش فاضية ما عنديش وقت. في الحقيقة لا، حضرتك فاضية وعندك وقت. الوقت اللي بتقعدي فيه جنب المحروس ابنك وهو بيتمرن هو في الحياة وقت كتير جدا. اللي انت متخيلة انك بتحرسي، انت مش بتحرسي ولا حاجة، لان الولد او البنت اللي بيتمرنوا دول تحت اشراف وحراسة ومسؤولية الكباتن اللي موجودين، ووجود حضرتك مش هيضيف اي فرق على فكرة، واحيانا بيوتر الولاد. ولو في مخاطر للعبة الكباتن المدربين أحسن مني ومنك للتعامل معاهم في مخاطر اللعبة، سواء حمام سباحة ممكن أنت أصلا ما تكونيش بتعرفي تعومي، لكن الكباتن في مراقبين وفي مشاهدين، سواء بيلعب جمباز إن وقع حضرتك الكباتن عارفين هيتصرفوا إزاي. إحنا بنقعد الحقيقة ما بنعملش حاجة، خلينا صراحة كده. كتير من الأمهات بتقعد تبص في السقف وتصفر من الفراغ والملل، أو يتكلموا مع بعض القتل الوقت ويقعدوا يشتكوا ما بينهم وبين بعض حوالين المشاكل اللي موجودة. كل اللي بتشتكي منه ممكن يبقى صح بالمناسبة، ممكن يبقى فيه إهمال بالمناسبة، وممكن حضرتك في نفس الوقت تكوني محبكاها شويتين. لكن السؤال، عملتي إيه؟ أنت وكل أم من اللي بيقضوا نص عمرهم في تمارين الولاد منتظرين. لما نروح أي نادي بنلاقي أغلب الستات أو أغلب اللي موجودين مع الولاد هم الأمهات الستات. لما نبص على مجلس الإدارة ما نلاقيش ولا واحدة ست توحد ربنا، ونلاقي الستات قاعدين زي المحللين بتوع الكورة والنقاد، ما بيعملوش أي حاجة غير أنهم ينقدوا، وساعة الجد ما تلاقيش أي حد. طيب ما أنا بقترح عليكم تعملوا حاجة إيجابية تفيد ولادكم وولاد الناس، وتخرجكم من خانة المتفرج الشاكي دي إلى خانة المشارك الفاعل، وتورونا بقى الشطارة وتطوروا النوادي. أقول لكم إيه؟ بصوا بقى، بيني وبينكم المسألة سهلة قوي. حضرتك في كل سنة بيبقى فيه اجتماع جمعية عمومية لمناقشة ميزانية السنة اللي فاتت والموازنة أو الخطة بتاعت السنة اللي جاي. احضري وناقشي وقولي اللي انت عايزاه، ادي اول خطوة ايجابية. ولو الصرف مش عاجبك ما تقروش الميزانية لحد ما يرتبوا اولويات الصرف على خدمة الاعضاء، مش على الكلام الفاضي والمنظر. كمان لما بيكون في انتخابات لمجلس الادارة بيتفتح باب الترشيح قبلها بكام شهر، حضرتك تروحي تسحبي استمارة ودي ببلاش بالمناسبة، وترشحي نفسك وتقعدي مع كل الامهات اللي بتقعدوا تتناقشوا في مشاكل النادي، تحطوا خطة سوا، منها تبقي استشارتيهم ومنها يبقوا فريق العمل بتاعك. تعملوا كام لقاء زي دول مع اعضاء النادي والكباتن، تعرفي الناس انك نازله، وكمان تسمعيهم وتسمعيهم وتكوني كونتي تصور علشان تطوري النادي في برنامجك الانتخابي. قبل الانتخابات بيكون كل المرشحين اتعرفوا على بعض على فكرة، وممكن بسهولة شديدة تعملي تحالف مع حد وتنزلوا قائمة واحدة. لو في ستات تانية نازلة ياريت تدعموا بعض مش تقطعوا بعض، والدنيا سهلة خالص والموضوع ده ما فيهوش تكلفة. عارفة كراسة ابنك بتاعت المدرسة اللي قد كده دي، 1000 ورقة منها بتطبع في مطبعة اسمها سلك سكرين ما بتعملش 200 جنيه، تقدري تطبعي بقى ورقة منهم كده عليها اسمك وصورتك
ورقمك الانتخابي ورؤيتك لتطوير النادي وتوزعيها. يعني لا القصة محتاجة وقت ولا القصة محتاجة فلوس. لو نجحتي يبقى خير وبركة، هتنفذي اللي انت عايزاه. وبالمناسبة انك تكوني عضو بمجلس الإدارة ده مش محتاج تفرغ ولا حاجة، لأنه حضرتك وكل مجلس الإدارة دورهم إشرافي، هو اجتماع واحد للمتابعة كل كام أسبوع، يعني ما تتخليش القصة فيها هيصة قوي يعني. ولو ما حالفكيش الحظ خير وبركة برضو، لأنك أخدت خبرة مهمة جدا وتعرفتي على النادي، والمرة الجاية هيكون حظك أحسن. وكلمة في سرك، الستات عندها فرص كويسة لأنه مش كتير منهم بيشاركوا، وبالتالي بتتعرفي بسرعة وبتبقي شاطرة والناس بتركز معاكي، وانت كمان بتبقي مركزة والتفاصيل لأنك طول الوقت منقوعة في النادي جنب الولاد اللي بيتمرنوا. بعد اللي قلته، تقابلني أي واحدة ست تشتكي لي من النادي وما تكونش عملت اي اجراء، انا مش عارفه هعمل ايه، لان بصراحه بقى انا مش نواديه قوي يعني، وعيالي كبروا، فلو رحت علشان اقعد شويه في الجنينه محدش يجي يركب على دماغي. اتفقنا؟ اشوفكم المره الجايه.